سلام الدنيا بوداعي جودة الهم نسيله وحتى الكون ليك يصرخ يا زينب يا عقيلة لم يعبأ
وهو بالسيف حقدان وأتى للنحر يقطع وأتى للنحر يقطع شهادته وهو يسبو وإذا بالرمح مرفوع وهو يتلو أي ربي ليته رأس الذي بالرمح مرفوع شاهدته وهو يزهو وإذا رأس أخي بالرمح مرفوع وهو يتلو أي ربي ليته رأس الذي بالرمح موضوع ليته رأس الذي بالرمح موضوع أي خطب أي رزق أي عين لا تفي واليوم بالدمع الأعادي بالجياد منظر آلمني أذهل للأسمع حين ربت صدر طهري حين دوت بالجواب أرقعة الظل عباس في سباتي من جانب الفرات مقطع الكفين له أطلع على القيام ودمه تفجر من هامه المكسر والخسيف والعينين والوجه بين السهام أدعوه يا دليلي قم لي أنا كفيلي لم يبقى لي بعدك يا عباس من محامي لم يبقى لي بعدك يا عباس من محامي قاسمه وأسره كم غدت صورته في طيفي أبحوه جذلوه وهو لم يبلغ سلطة الحلم ولا وعلي في خيامي الفتى اليافطة مطيع بالسيف والطفل في القباط قطع لنياطي والطفل في القماط قطع لي نياطي في مهده قد أرضع الموت وهو آمي وطفلة تغنر من الخيام ترن تبحث في بيدائها عن جثة الإمام حتى بقيت وحدي أشكو الإله ربي وعندي بالأحمر أقوم من على الرغام أي عين لا تفي واليوم والدمعي الأعادي الجادي منظر عالمني هذا للمسمع حين ربت حضن الطهرين حين دوت بالجواب أرقعة الظل أقص في سباتي من جانب الفرات مقطع الكفين له تقوى على القيام دمه تفجر من هامه المكسر والخسيف العينين والوجه من السهام أدعوه يا دليلي أدعوه يا دليلي قم لي أنا كفيلي لم يبقى لي بعدك يا عباس من محامي لم يبقى لي بعدك يا عباس من محامي وانجلى الغبار عينه الاخير قد بدا القرار ان بدا المسير رحله العذاب حالنا المريض اشتكي المصاب
من العسير عربات خدر تحان وتطرق بتلك السياط وقلب التحى بركب المعازي نراها تعذب وبالصبر ترجو رضا الرب زينب وبالصبر ترجو رضا الرب زينب بعد عزنا نجد السيد قال عند قادر مرهد العباد اشتموها بي الخروع العمار يا لقربتي لو عدت الفؤاد عندك يا بئس الطاغ علينا تجبر نشوات نصرف يتي هو يفخر وبالبطش انظر لرأس المطهر هزيلا مدمى بسن مكسر هزيلا مدمى ظلام الدنيا في وداعج وداعج الهدى